حلمتني فدوى قال انا وياها فايتين بمطرح مش كتير في ضو وخافت وصارت تقول هلا هلا ردوني. قال كان معنا حدا هي ما بتتذكر مين في شيء او ليك محل. ايه معتم انه هاي الاشاره اللي بتقلك انه مش لخيرك مش منيح. لا لا مجد باطل. عم تزرع لك اسم هون على الارض هيك وبعدين كسرت ما ينجح تنسيك الناس بس بتكون تضلك ربحانه حالك. ما بتخاف من الفشل؟ نجاح اللي هو الاطعم يلي بعد الفشل. ما في شيء صدفه. انا بالنسبه لي ما في شيء، ما بآمن بالصدفه بالحياه. كل شيء بده يصير بده يصير خلص. انا اذيت حالي بمطارح بمحبتي او بوفاي لبعض الاشخاص ما لقيت الوفاء، بس بحب فكرة اني حب ما بعاتب. خلص برجع بمحي وبمشي ماسكة محاية بإيدي. كاس كاس كاسة نجوى يا جماعة يا طوني كلام كاس معايمة الكبيرة بدنا نحذر الحريمز هلا. يلا بنات ضد شباب؟ طبعا بنات ضد شباب اصبر. ونسم علينا الهوى من نبرة الوادي يا ابو مرعي. اوعى تكون زعلت. اوعى تكون زعلت. اوعى تكون زعلت.
كل الكلام اللي انتو كان ودك اوعى تكون زعلان اوعى تكون زعلان انت على بالي انا ماسك الوطن يا ماري عطوة مي مقطوعة بالنسبة لإلي نجوى كرم مميزة لأنه مرنا مطربة عادية كتير بتهتم بحيلة كتير بتشتغل على حيلة تعرف شو بدها صاحبة قرار تعرف تقرر يعني ما بتشكك إذا سمعت جملة حلوة بتقول هاي حلوة وخلص بتحطني بجو بتحطني بمسؤولية بتحطني بتحدي كبير وإنما فعلا بحب لا يوصف يعني ما تصدق قديش تكون مطمن وتكون مرتاح وتكون مبسوط لما تكون جاي سمع نجوى غنية راقية بكل شيء عندها قيم جوهرها كتير حلو قديه كبيرة بفنها قديه هي أكبر بكتير كإنسانة بشوفها عمتي ما بشوفها فنانة دائما إنه بتوقف معنا وبتحب نعمل كل شيء إنه ننبسط فيه وقت الجامعة أنا ما كنت أقبل بيني أنزل أول شيء عبالي صرت تقول لا مدري ليش وأنا عندي بتقعد هلا قاعدة عندها برأيك شو الدفو تبع نجوى؟ بس تعزيم زيها أجانب ما بتنحكى مش مرينة بكل الأشياء يعني ممكن تكون يعني موقف ممكن ما تراجع عنه لايكي متعبة بس أنا بقلك إنه في لذة بالتعب معها لأن عم بتحاول عطول بتحاول للأحلى ويلي دلعونا ويلي هاي نجوى الوجه الآخر اللي ما بيعرفون ما فيش وجه آخر هاي نجوى لا نجوى بيومياتها بعالم الخاص أكيد بدي غني على المسرح بدي أعمل بيكنيك مثلا طيب شو شعورك وقت شفت هالتحقيق الصراحة أنا فرحان كتير شي كتير حلو وفعلا الناس بعد مش شايفيننا بهالطريقة عم نجبل التبولة عم نكون مع بعض كلنا سوا برات العمل يعني يومنا كيف عم بيكون شاطرة بالتبولة كتير تبولتك طيبة وبس وقفة عندها قلتي بالريبورتاج انه النجاح اطعم بعد الفشل ايمتى فشلت نجوى الإنسان ما بيحقق انتصارات كتير بحياته في محطات كتير مهمة بحياته في أيام بتبقى مش على باله مش على ذوقه مش مثل ما كان بيتوقع ما ضروري يكون فشل يعني وقعتي وما عدت تقومي بس الحلو تعرفي ترجعي تكفي معركة مش خسارة الحرب خسارة ايه أكيد المعركة المعارك اللي خسرتيها مثلا أيمتى خسرتي في مطارح كتير ما كنت بتمنيها مثل ما كانت مثل في محطات ما كنت بحبها مثل ما صارت او على الصعيد المهني على الصعيد الشخصي على كل الاصعده مين منا ما بيغلط على صعيد مهنته او على صعيد الشخصي ما حدا معصوم بس بيعرف المهم يعرف يكفي وبنجاح طب لما بتنجحي بداوي النجاح الفشل ولا بضل في جرح احيانا حتى لو نجحت موجود شوف اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل بتطلع بالماضي لحتى اتعلم من اخطائي بشوف حالي اليوم لحتى افكر ببكره فنانة الاستاذ داود حسين شو رايك
يعني شوف، هي دائما الانسان يتعلم من اخطاء. احنا ياما اشتغلنا مسرحيات وياما سوينا مسلسلات، ياما كثير، بس كل فنان ما دائما احنا كل نتمنى ان عملنا يكون سوبر هيت. دائما حتى لما نشتغل اي عمل مسرحي نقول هذا العمل خلاص راح يكسر الدنيا. ساعات تصدق التوقعات اوكي، ساعات لا والله ما تصدق التوقعات، ولكن هذا ايضا ما يخلينا احنا ننكسر، والا ممكن نصل الى مرحله انه والله بعد اي عمل، يعني عفوا يعني اي عمل او اي مسرحيه فاشله او اي مسلسل فاشل، والله انا اروح اقعد بالبيت اسكر على نفسي بالمفتاح، خلاص ما راح اشتغل، او اني انا اعتزل الفن. لا، ما اعتزل الفن، بالعكس انا اواصل. وبالفعل في نقطه جدا مهمه وحساسه ذكرتها اختي الفنانه نجوى كرم، لما قالت انه طعم النجاح يكون أضعاف النجاحات السابقة من بعد أي كبوة معينة. وإلا عندما يكون الفنان دائما يقدم أعمال سوبر هيت سوبر هيت سوبر هيت سوبر هيت، يعني هذه راح تكون حتى ما راح يحس بطعم النجاح اللي دائما يحس، يعني يكون خلاص شيء عادي عنده، ويكون فنان غير طبيعي غير اعتيادي. ولكن عندما تكون هناك، مو عندما، يجب أن تكون هناك أي كبوة علشان نرجع نصحى مرة ثانية بشكل أقوى لكي نواصل. إذا رجعتك للتحقيق البيكنيك اللي شفت اللي شفنا فيه نجوى وأصدقاء أو عائلتها، بتحس إنك عم تكتشف أنت نجوى ما بتعرفها؟ يعني أنا أقول لك على شغلة، أنا الحين ترى يعني إحنا يمكن أنا بالنسبة لي لما سمع الأغنية قبل شوية، لما قلت لك عن ذكرياتي مع الأغنية، ولما قلت لك لما إحنا قلدنا الفنانة نجوى كرم في برنامج غنائيات، أنا بشكل شخصي لم أكن أعرف الفنانة نجوى كرم، ما التقينا بشكل شخصي سابقا، لم تكن هناك أي نوع من المكالمات مثلا أو شيء من هالنوع فيما بيننا. ولكن أنا أقولها للأمانة، يعني كانت هناك يعني نوع من، أنا بالنسبة لي أقولها وأمام الملأ، كان هناك نوع من المحبة، يعني ما أدري، كنت أشعر أنها قريبة جدا، ما أدري يمكن برجك مع برجي تعلمون، بس أشعر أنها بالفعل يعني أشعر أنها قريبة، يمكن حتى لما كنت أستمتع في 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 غنائيات في الحلقة اللي سوينا فيها أغاني الفنانة نجوى كرم. ف يعني ما أدري، أنا كثير كثير يعني معجب فيها. والحين لما شفتها، طبعا دائما الفنان الصادق مع نفسه بالدرجة الأولى يكون إنسان قبل أن يكون فنان، وإحنا شفنا الجانب الإنساني. نجوى، بالتحقيق شفنا انه اغلب الناس اللي معك بالبيكنيك عائلتك، بس اغلبهم اصدقاء زملاء بيتعاونوا معك بمجالك الفني. هودي بالنسبه لي صاروا عائلتي. ايه، بس انت برايك هل الصداقات المبنيه على التعاون المهني صداقات بتدوم عمرها طويل؟ في منهم ايه، لانه علاقتي فيهم مش بس علاقه مصلحه بتزول لصداقتنا مع زوال المصلحه. حتى لو توقف التعاون الصداقه مكمله بتضل. في كتار بيغيبوا عن بعض الالبومات اساميهم، وبضل اصحاب انا وياهم، بتلاقي اسمهم بعدين رجع موجود على الكاسيت. هيدا سبحان الله، بيبقى واحد اوقات ما عنده الهام يكتب، او مش قادر يلحن، او مش قادر يحس انه بالوقت الحاضر، هو نتيجه ضغط، نتيجه مرق تحت ضغط، تحت ظروف صعبه، مش قادر يلحن، مش قادر يكتب. فكمان بدي اعذره لهالانسان، لكن صداقاتي مع الكل، لانه انا شخصيا بحبهم كثير، كل بيشتغل معهم، وهن بتصور بيكنوا لي نفس الشيء، المحبه والوفاء والود.